خاصة للشباب كبداية، الشباب والشابات كبداية. وده اللي يحاكي النموذج الأوروبي القائم حاليا. أصبح الدراجة وسيلة هامة جدا للانتقال في شوارع المدن الأوروبية، وأصبح يعني وسيلة يعتد بها، فيها مزايا كثيرة، أهمها طبعا مفيش تلوث أي حال، وأهمها أنها ترفع اللياقة البدنية للممارسين أو للمستخدمين للدراجة، وسيلة نقل خفيفة مفيهاش تكلفة، مفيش وقود، مفيش أي حاجة ملوثة للبيئة. وأعتقد إن إحنا إن شاء الله هتكون تجربة ناجحة، وهتعمل بإذن الله في القاهرة وبعد كده في المحافظات كلها. البرنامج أو المنحة المقدمة من برنامج الأمم المتحدة ضمن هابيتات بيشمل توريد 300 دراجة في البرنامج كتجربة كمرحلة أولى، وإقامة 6 محطات على المسار اللي هيتم اختياره بواسطة خبراء متخصصين. وطبعا من الأماكن المقترحة إن احنا نربط بأماكن التجمعات الطلابية، يعني ممكن جدا يكون جامعة عين شمس وجامعة القاهرة ربطها مع محطات المترو، بحيث إن يبقى يسهل الانتقال ما بينها وما بين هذه الأماكن للشباب. أنا بتكلم واقع